احنا صراحة هذا المختبر نقدمه للجامعة وهي تستغله في او تستخدمه في تثقيف طلابها وفي تدريس طلابها. والمختبر اللي جهزناه اليوم احنا في كل مرة نسوي مختبر شكل بحسب حاجة الجامعة. اليوم قسم هندسة الليزر شفناه في حاجة لمختبر حاسبات متطور، فقمنا بتجهيزه بمختبر حاسبات متطور. حقيقة تعرفين موضوع الجائحة يعني اجى بصورة مفاجئة بالشهر الثاني الماضي. حقيقة أغلقت المؤسسات التعليمية والتربوية بصورة سريعة جدا، كانت هي أول المؤسسات اللي أغلقت، وبعدها يعني موضوع الحظر أيضا أثر علينا كثيرا، فكان حقيقة عندنا مشكلة بالبداية في التواصل مع الطلبة، يعني أن تتواصل وياهم إلكترونيا لازم يكون عندك وياهم موضوع تواصل يعني لأخذ المعلومات من عندهم وربطهم بموضوع التعليم الإلكتروني. فهذه هي العقبة الوحيدة، الحمد لله قدرنا نتجاوزها لهذه السنة وأصبحت عندنا خبرة متراكمة الآن في هذا الموضوع. أعتقد إن شاء الله، بل متأكد إن شاء الله، أنه هذه السنة راح يكون التعليم الإلكتروني أكثر تطورا أكثر نضجا. تبادل المنفعة بين القطاعين الحكومي والخاص يؤسس لشراكة عمل رصينة في ظل الاختناق الاقتصادي الذي يمر به العراق، وتطبيق البرنامج الحكومي بالانفتاح على كافة مؤسسات القطاع الخاص يبدأ من هنا، حيث بذرة المستقبل التي تثمر أجيالا تنهض بواقع البلاد. المساهمين هم خريجين جامعتنا، فبالتأكيد يعني الخبرة العملية أكيد إلها دور، يعني تختلف عن النظري. طلابنا تعرفين إذا سووا متخرجين أو من المراحل النهائية يعني خلينا نقول معلوماتهم محدودة قد تكون بالنسبة للأشغال الأعمال المختبرية والواقعية، فبالتأكيد راح تسهم في تفعيل نشاطهم وحثهم على العمل أكثر. مشاريع تطويرية للجامعات والمؤسسات التعليمية يطمح أكاديميون أن تنال الاهتمام اللازم لما تفتقره من بنى تحتية متعبة وبحوث علمية فقيرة تحتاج إلى تطوير ومتابعة. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.